اسمي رضا جبار. انا محمد موسى. اسمي نادين خشاب. اسمي طارق قاسم. انا امير. أنا أحمد أبو سليمان. اسمي نادين. عرنكي. أنا عمري 16 سنة. أنا اسمي رزان دغلاس. مرحبا، أنا محمد إسماعيل، عمري 16 سنة. لا هيك مش والله بمدرسة إني أعامل المبادرة فقط إنها إنها تكون بس بداخل المدرسة. كمان قديش الأثر النووي اللي حسيته أو القصوي كان أثر على أرض الواقع؟ أول كان